السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد وحصة جديدة سور كيزاكو.com. هاد اليوم غنشوفو لا نوسيون ديال بيرميتاسيون. غنشوفو واحد التمرين صغير في لونغاج سي. اللي المطلوب منه هو ان المطلوب فيه زعما هو ان يعطي السيستم دو نومبر، يعني نعطيه عددين ا و بي ونقول ليه يقلبهم، يعني كنقول لك يقلبهم ماشي يعطي المقلوب انما يبدل لهم بلايص، يعني ان ا غتولي فيه القيمة ديال بي وبي تولي فيه القيمة ديال أ. لهاد الغرض أول حاجة غندير هاد البروغرام هذا، كنت ديجا كتبتو. أول حاجة غنقول ليه سيزيغ دو نومبغ، ها عطيني القيمة ديال أ والقيمة ديال بي، كنريكوبيريهم هنايا وكنقول ليه أ عطيها القيمة ديال بي وبي عطيه القيمة ديال أ. أوكي، ونشوفو كيفاش البروغرام كيتعامل مع هاد، واش غيطبق لينا هادشي اللي قلنا ليه ولا لا. ندير واحد البتي ديكزيكيسيون لهادشي، ومثلا نعطيه الا نعطيه قيمة 5 وبي نعطيه القيمة 4، كنتيجة متوقعة خصو يقلبهم. علاش؟ لأن قلت لي ا عطيها بي وبي عطيها ا، يعني أن ا غتولي فيه 4 وبي تولي فيه 5. هنا ملي سال البروغرام اش قال لي، قال لي ابخي بيرميتاسيون ا كتساوي 4 وبي كتساوي 4. سي بيزار، يكتب لي ا كتساوي 4 و بي كتساوي 5، ولكن يكتب لي بي كتساوي 4. كيفاش دار ليها؟ دابا عندنا في هذا الشكل الخانات ديال الذاكره، يعني لا زون ميموار، وعندنا لي كاز ميموار. عندنا لا فاريابل ا اللي عطينا لا فالور 5 و لا كاز بي لا فاريابل بي اللي عطينا 4. حنا كنجيو اول حاجه ولا انستركسيون كنقولوا ليه، كنقولوا ليه ا حط فيها لا فالور ديال بي، هو كيطبقها تطبيقا حرفيا، يعني كيشد ا كيحط فيها لا فالور اللي كانت في لاكاز بي، بما انه كينفذ حاجه في نفس زعما في انستركسيون وحده كينفذ حاجه وحده، فان بي ما غيغير فيها والو، غيخلي فيها لا فالور اللي كان ديجا فيها اللي هي 4. من بعد كنقول ليه بي حط فيها لا فالور ا، كيمشي يشد لاكاز بي جديده كيحط فيها لا فالور اللي لقى في ا، اخر قيمه اللي لقى في ا ولات فيها القيمه 4، يعني كيشد القيمه ديال 4 وكيحطها في الخانه بي، والخانه ا ما كتغيرش القيمه ديالها. ملي كنجيو لافيشيو حنا الريزولتا كتلقى كيكتب لك ا كتساوي 4 وبي كتساوي 4، وراه بالاكيد بالطبع هادشي اللي كاين. هادي بحال هكا كيتعامل البي سي مع لي زانستركسيون ديالنا. ودابا شنو هو الحل؟ نشوفوا المثال هذا غيبان لكم الحل. هنا الحل ساهل، الحل كنضيفو خانه اخرى كنسميوها سي. ملي كنقول خانه اخرى يعني كنقول فاريابل اخر كنسميوه سي. اول حاجه كندير هذيك لا كاز ديال لا فاريابل سي جديده كنحط فيها لا فالور ديال ا اللي تكرازات لينا قبيله، دونك كتولي فيها 5 والاخرين ما غيتبدلوش، غتبقى ا فيها 5 وبي فيها 4. من بعد كنكملوا خدمتي عادي كما درت قبيله، ا قلت لي اعطيها بي، يعني ان القيمه ديال بي غيحطها في ا، اذا ا غتولي فيه لا فالور 4، بينما بي و سي ما غيتغيروش. وفي الاخير غنقول ليه بي حط فيه سي، يعني ان داكشي اللي لقيناه في سي يعني هو 5 غنحطو في بي، و ا و سي ما غيتغيروش حيت ماكش اللي يغيرهم. وهكذا كنحصلوا على النتيجه ديالنا، اي ان ا كتولي فيها قيمه 4 و بي كتولي فيها القيمه 5. يعني هادشي في البروغرام كنديروا ليه بحال هكا. خصني نزيد فاريابل جديده نسميها سي، ندير ليه انت سي. واش قلنا؟ اول حاجه سي كنعطيها القيمه ديال ا اللي مشات ليا، يعني القيمة ديال داك العدد اللي في المثال ديالنا كانت هي 5. دونك خصني ا اول حاجة غنشد القيمة ديالو نحطها في هذيك لا فاريابل في لاكاز اللي زناها لاكاز سي، و سي هنا بي كنعطيوها القيمة ديال سي اللي كانت عندنا قبيلة. هادو هما التغييرين فقط اللي كاينين، كنزيد سي وكنغير بي، عاود ما نعطيها ا كنعطيها سي. نديرو ان تيست بو فواغ، هنا نعطيه ال ا نعطيه القيمة 5 كما درنا في المثال، و بي نعطيه القيمة 4. اي برافو، دابا كيقول لك ا كتساوي 4 و بي كتساوي 5. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا شوية في الدرس ديال اليوم، و كنضرب لكم مواعيد في حصة أخرى أو حصة جديدة مع كيزاكو.com. كان معكم رضوان، السلام عليكم.